بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام، سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سترة الإمام، سترة الإمام خلفه. المصلون ثلاثة أصناف: إمام ومأموم ومنفرد. فالإمام والمأموم يتخذان السترة، الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإنه لا يحتاج إلى سترة، بل سترة الإمام سترة له، ولهذا المرور بين يدي المأمومين لا يؤثر، ولكن لا ينبغي أن يصار إليه إلا لحاجة، بأن يكون هناك فرجة، يعني يمشي في الصف أو بين الصفين من أجل أن يصل إليها، لا بأس بذلك. وأما يعني اتخاذ المرور من غير حاجة، فإن فيه تشويش على المصلين وعلى المأمومين، ولكن للحاجة والأمر الذي يقتضيه لا بأس بذلك. والمأموم والمنفرد هما الذين يتخذان السترة، ولو كان كل مأموم يتخذ السترة لم تلأ المسجد من السترات، وهذا غير صحيح. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني أن المأمومين لا يحتاجون إلى سترة، لأن سترته سترة لهم، ولا يدخل أحد، يمر أحد بينه وبين سترته. وأما كون أحد يمر بين الإمام والمأمومين أو بين صفوف المأمومين لا بأس بذلك، لا بأس بذلك للحاجة، لا بأس بذلك للحاجة. وأورد أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي إلى غير جدار، وأفسر بمعنى أنه كان يصلي إلى غير سترة، يصلي إلى غير سترة، وهذا يستدل به على أن السترة ليست واجبة، ولكنه جاء نصوص كثيرة فيها وهي تدل على استحبابها، والإنسان يحرص على أن يصلي إلى سترة، وإن صلى إلى غير سترة فإن ذلك لا يؤثر. ولو أن إنسانا لم يتخذ سترة وصلى وليس له سترة، فإن المسافة التي أمامه وبينه وبين القبلة لا يمنع من المرور فيها، وإنما يترك مقدار ثلاثة أذرع من موقف الإنسان الذي يصلي، الإمام أو المأموم، الإمام أو المنفرد. إذا كان يصلي وليس له سترة فهو لا يمتنع من المسافة الطويلة التي أمامه، بل يترك مقدار ثلاثة أذرع بين قدمه وبين يعني مقدار ثلاثة أذرع من قدمه، ثم يمر من وراء ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في لما صلى بالكعبة صلى بين العمودين، صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبينه وبين الجدار جدار الكعبة من الجهة الغربية المقابلة للباب مقدار ثلاثة أذرع. وعلى هذا فالذي ينبغي الإنسان يحرص عليه اتخاذ السترة، ولا يمر بينه وبين سترته، ولا يمر بينه وبين سترته، وإنما يمر من وراء السترة. وإذا كان هناك غير سترة، ليس هناك سترة، فالأمر كما ذكرت أنه يترك مقدار ثلاثة أذرع.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان راكبا حمارا أتانا يعني أنثى، الأنثى من الحمير يقال لها أتان، فكان راكبا حمارا أتانا وجاء راكبا ونزل ومر من بين يدي الصف وترك ثم نزل وترك الأتان ترتع ولم ينكر ذلك عليه أحد. وإراده لقول للترجمة سترة الإمام سترة من خلفه يعني أن مروره بين يدي الصف لا يؤثر، لأنه مرور بين المأمومين وليس مرورا بين الإمام، وليس أمورا بين يدي الإمام، وإنما هو مرور بين يدي المأمومين أو بعض المأمومين. وسترة الإمام سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. قال أقبلت راكبا على حمار أتان. نعم، على حمار أتان أنثى. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وهذا في حجة الوداع، كان في منى في حجة الوداع ناهزت الاحتلام، قاربت الاحتلام، ناهز البلوغ، ناهز الاحتلام يعني قاربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. نعم. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. محل الشاهد لإرادة الترجمة وهي سترة الإمام سترة المؤمن بين يدي الصف، يعني بين يدي بعض الصف، يعني بذلك لأن ذلك لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة المؤمن ولم ينكروا عليه، يعني لو كان المرور بين يدي الصف يعني بين المؤمن أنه منكر لا أنكروه عليه، ولكنهم ما أنكروه، فدل على أن المأموم لا يتخذ سترة، وأن سترة المأموم الإمام سترة له. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. عن عبد الله بن عباس. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة، كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، كان إذا خرج يوم العيد أمر بحربة، والحربة هي مثل العنزة، يعني أنها عصا فيها حديدة يعني حادة، ويعني فإذا غرزت في الأرض ثبتت، بخلاف العصا فإنها قد لا تثبت في الأرض، إذا كانت الأرض صلبة ما تنزل فيها، ولكن يمكن تنزل في الرمل إذا كانت الأرض رملية، يعني العصا تنزل فيها وتقف، لكن الحربة التي لها حد والعنزة التي عصا فيها حد فإنها إذا غرست في الأرض فإنها تثبت. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها في صلاة العيد، لأنه كان في قلاء وكان في مكان يعني ليس فيه يعني جدران، وليس فيه يعني بحيث أنه يتخذ سترة، وإنما كان يتخذ الحربة، فخرج يوم عيد وغرزت له الحربة وصلى إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك كان يتخذ العنزة في السفر، يتخذها في السفر بمعنى أنه حيث يكون في خلاء ويصلي فإنها تغرز له الحربة ويصلي إليها، أو تغرز له العنزة ويصلي إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير. نعم. عن عبيد الله عن نافع عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر العمري. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة
قال سمعت أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار. ثم ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء إلى عنزة. البطحاء يعني في مكة في الأبطح، وكذلك في حجة الوداع، فكان يصلي إلى عنزة والناس وراءه، ويمر الكلب يمر بين يديه المرأة والحمار، يمر بين يديه المرأة والحمار يعني بين يديه وراء، يعني وراء الحربة، ليس بينه وبين الحربة، ليس بينه وبين الحربة أو العنزة، وإنما من ورائها، لأن المرور من وراء السترة لا يؤثر، وإنما لا يؤثر ما كان من داخل السترة، هذا هو الذي يؤثر، وهذا هو الذي يمنع منه ويمنع من المرور فيه. أما إذا وضع على السترة فإن المرور من ورائها أي مار لا يؤثر، أي مار سواء من إنسان أو حيوان أو غير ذلك فإنه لا يؤثر. أعد الحديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الظهر ركعتين يعني أنه يقصر الصلاة، والعصر ركعتين يعني في وقتها، ما كان جمع، ما كان يجمع صلى الله عليه وسلم في حجته إلا في عرفة ومزدلفة، وأما غير ذلك فكان يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين الرباعية مقصورة. ورسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء يوم الرابع من شهر ذي الحجة ونزل في الأبطح، وكان يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، لأن الصلوات من الصلوات الرباعية، كل صلاة يصليها في وقتها والرباعية مقصورة. ثم إنه خرج إلى منى في اليوم الثامن وصلى الظهر ركعتين في وقتها والعصر في وقتها ركعتين، ثم في مزدلفة وفي منى جمع بين الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة. ثم لما رجع إلى منى في أيام التشريق يوم العيد كان يقصر ولا يجمع، ثم بعد ذلك بعدما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر ذهب وكان رماها قبل أن يصلي في اليوم الثالث عشر، وصلى الظهر في الأبطح ركعتين، ثم العصر في وقتها ركعتين. ففعله صلى الله عليه وسلم في حجته كله يصلي كل صلاة في وقتها، فقوله هنا صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ليس من ذلك أنه جمع بينهما بالأبطح، وإنما صلى هذه في وقتها وهذه في وقتها. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة. نعم. عن عون بن أبي جحيفة. نعم. عن أبيه أبوه وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وهذا من الرباعيات، من رباعيات البخاري. قال رحمه الله تعالى باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. ثم قال باب قدر ما يكون بين المصلي وبين السترة، يعني أن الإنسان إذا اتخذ السترة يكون قريبا منه، ما يجعلها بعيدة منه فيعني يحجز المكان ويعني يمنع الناس من الاستفادة من المسافة، بل تكون قريبة منه حتى ما يكون من وراء السترة يستفاد منه في المرور عند الحاجة إلى ذلك. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبينه وبين الجدار ممر الشاة، يعني بينه وبين سترته ممر الشاة، يعني مقدار ما تمر الشاة، يعني معناها أن المسافة قصيرة جدا، المسافة قصيرة جدا، هو واقف وفيه مقدار يعني مقدار ممر الشاة. فيعني لا تتخذ السترة ويبتعد الإنسان عنها، بل يدنو منها، بل يدنو من سترته ولا يتباعد عنها ويتأخر عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على يعني قصر المسافة
أو قلة المسافة التي بينه وبين السترة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجدار وممر الشاه. كان بين مصلى يعني مصلاه يعني مكان سجوده, يعني مصلاه يعني المكان الذي يسجد فيه مقدار ممر الشاه, مقدار ممر الشاه يعني هذه المسافة القصيرة هي التي تكون بينه وبين بين مصلاه وبين السترة. نعم, بين مصلاه, مصلاه المكان الذي يصلي فيه يسجد فيه, الذي يسجد وليس يسجد الذي يقوم عليه بقدميه. لا يسجد فيه لأنها لأن لأنها قيام قدميه عن مقدار الشاة, يعني قد يكون هذا مقدار سجوده أو بعض مقدار سجوده. إذن معنى ذلك أن الإنسان لا يلصق رأسه في السجود عند السترة, بل يترك مجال بينه وبين, ليس بلازم, لا ممكن, يمكن لأن حتى إذا قربها ما في بأس, لكن هذا يبين أن في هذا الحديث مقدار ما حصل, لأن لو كانت بهذا المقدار لا بأس بذلك, ولو قربها لا بأس بذلك. المهم أن المسافة ما تكون طويلة بينه وبين السترة, وسواء لصق بها أو جعل هذا المقدار بينه وبينها. قال حدثنا عمرو بن زرارة. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم. نعم. عن أبيه. نعم. عن سهل. نعم. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وهو الذي كنيته أبو العباس, وقيل إن الذين عرفوا بالكنية بأبي العباس اثنان, سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان جدار المسجد عند المنبر, يعني كان جدار المسجد الأمامي الذي يصلي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها يعني معناه أنه مكان يعني قليل بينه وبين مصلاه, يعني ما كادت الشاة تجوزها يعني معناه أنه مكان يعني ضيق أو قليل الذي بينه. هناك مرة أنه مقدار ممر الشاة, وهنا ما كادت تجوز يعني معناها أنها أقل يعني من مقدار ممر الشاة. والمقصود من ذلك أن المنبر ما كان متكئا على الجدار, وإنما فيه يعني فيه مدخل يعني وراء الجدار بين المنبر وبين الجدار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني وهو محاذ للمنبر, والمسافة التي بين المنبر وبين الجدار هي المسافة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجدار. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار, وهناك مقدار ممر الشاة أو قريب من ذلك يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجدار وبين المنبر وبين الجدار, يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسامت لآخر المنبر, وهذه المسافة التي بين المنبر وبين الجدار هي المسافة التي بين رأس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد وبين الجدار. قال حدثنا المكي. هذا الحديث من ثلاثيات البخاري, هذا الحديث من ثلاثي, هذا الإسناد من ثلاثيات البخاري, لأن فيه ثلاثة, مكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع صحابي وتابعي وتابع تابعي. ومكي بن إبراهيم يقال المكي بالألف واللام, ويقال مكي, يأتي مكي ويأتي المكي, يأتي المكي مثل العباس وعباس, العباس وعباس, والوليد ووليد, يعني تأتي الألف واللام وتحذف. فهنا المكي الذي هو أحد شيوخه هو من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات, مكي بن إبراهيم
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وكما ذكرت مرارا الثلاثيات عند البخاري 16 بدون تكرار في جميع الصحيح، و22 بالتكرار، 22 بالتكرار و16 بدون تكرار، وقد مر فيما مضى واحد وهذا هو الثاني. ما مضى من الصحيح مر من الثلاثيات واحد، وهذا هو الموضع الثاني من الثلاثيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. ثم ذكر الصلاة إلى الحربة، والحربة هي قيل العنزة وقيل أنها غير العنزة، وأن يعني حديدتها تختلف عن حديدة العنزة. والحربة هي يعني معروف أنها تتخذ في الجهاد، الحراب يعني تتخذ في الجهاد، وتكون يعني من 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 الأسلحة أو من أسلحة الجهاد في سبيل الله، وكانت تركز له فيصلي إليها. والمقصود اتخاذ السترة، لأن الأبواب أبواب السترة، أبواب سترة المصلي، فهذا فيه اتخاذ السترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغرز له الحربة وتغرز له العنزة ويصلي إليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى، يحيى هو القطان، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر، وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وهذا الحديث يعني في بوب له من أجل الصلاة للعنزة، وقد سبق أن مر الحديث، ولكنه أنا أورده من أجل أبواب السترة، وأن السترة تتخذ سواء كانت من جدار أو من يعني من بنيان أو من يعني خيام أو يعني أي يعني شيء، وكذلك إذا كان في خلاء وفي فضاء فإنه تركز له العنزة وتركز له الحربة ويصلي إليها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، والسترة قد تكون جدارا وقد تكون بعيرا وقد تكون يعني عنزة وقد تكون حربة وقد تكون غير ذلك. قال: خرج أنصان بالهاجرة يعني في وسط النهار، يعني في الهاجرة وسط النهار، فركزت له عنزة وصلى الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر، يعني هذا هو مثل الذي قبله، معناها الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته خرج ومعه غلام، وكان معهم إداوة فيها ماء وفيها عكازة أو عصا أو عنزة. وقد سبق أن مر الحديث في ذكر العنزة وحدها، وهنا ما ذكر المقصود من العنزة، لأن المقصود من العنزة هو كونه اتخذها سترة. المقصود من كونه يذهبون بالعنزة كان إذا توضأ يعني يركزها ويصلي ركعتين، يركزها في الأرض ويصلي ركعتين،
فهنا ما ذكر لكنه جاء في بعض الطرق الأخرى يعني اتخاذ العنزة سترة والصلاة إلى العنزة، وأنها يعني من حديث أنس نفسه، وأن المقصود بالعنزة أنه كان من أجل الصلاة إليها، وقيل كما عرفنا فيما مضى من أجل أنها الأرض إذا كانت شديدة صلبة فإنها تحرك فيها حتى تكون لينة، حتى إذا نزل البول عليها لا يتطاير، إذا كان بأرض صلبة وقع عليها البول فإنه يتطاير، لكن إذا كانت أرض رخوة فإن البول يسلك فيها، فإذا كانت الأرض صلبة فإنها تحرك بالعنزة. وهذه من فوائد العنزة التي كانت تحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تحرك بها الأرض من أجل أن ترتخي وتكون بدل ما تكون شديدة وصلبة تكون رخوة، وأيضا كذلك تنصب له ويصلي إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع عن شاذان، هذا لقب اسمه الأسود بن عامر الشامي، نعم، عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك، نعم، قال رحمه الله تعالى: باب السترة بمكة وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. أعد. باب السترة بمكة وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. ثم ذكر باب السترة في مكة وغيرها، يعني أن مكة يكون تحت فيها سترة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطح في مكة، وكان يصلي إلى العنزة تنصب بين يديه فيصلي إليها، فالسترة تكون بمكة وتكون بغير مكة. ولهذا أورد هذا الحديث الذي سبق أن مر عن أبي جحيفة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان في الأبطح وخرج في الهاجرة وأتي بوضوء فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار الصحابة يبتدرون ذلك الوضوء يتبركون بما لامسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حديث في التبرك بما لامسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كثيرة، كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، وجاءت على وجوه مختلفة، فكانوا يتبركون بوضوئه وبفضل وضوئه، ويتبركون بعرقه، ويتبركون ببصاقه ونخامه، ويتبركون بشعره، ويتبركون بكل ما بما مسه جسده، يعني مثل الرجل الذي المرأة التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم حلة وكان محتاجا إليها وقد صنعتها وأتتها بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلبسها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لبسها وجاء رجل وقال: أعطنيها يا رسول الله، فأنكر الناس عليه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي حلة وكان محتاجا إليها ثم يسألها، فلما لاموه وعاتوا الرسول دخل المنزل وأعطاه إياها، غيرها وأعطاه إياها، فقالوا: كيف تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إياها وهو محتاج إليها؟ قال: ما سألته إياها لألبسها بل لتكون كفني، لأن مسها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها مسها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث في التبرك بما مسه جسده كثيرة، وكذلك كانوا يتبركون بتحنيكه للصبيان، عندما يولد الصبي يأتون إليه ليحنكه، وما كانوا يفعلون هذا مع غيره من الصحابة، فدل على أن هذا من خصائصه، فلا يؤتى
ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس يتبركون بفضل وضوء أبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان وغيرهم، وإنما هذا خصوه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يأتون إليهم ليحنكوا أولادهم كما كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكوا أولادهم، بمعنى أنه عندما يولد الصبي ولا يدخل جوفه شيء، قبل أن يدخل جوفه أي شيء يأتون إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يمضغ تمره حتى تكون ماء ثم يصبها في فمه ويحركها في حلقه حتى يكون أول شيء يدخل جسده هذا التمر الحلو الذي امتزج بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لهذا لا يجوز أن يعمل ذلك مع أحد سواه عليه الصلاة والسلام. فالتبرك إنما يكون به وبشخصه وما مسه جسده عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يعامل هذه المعاملة. فصار الناس يتمسحون أو يتبركون بفضل وضوئه، ثم غرزت له العنزة وصلى إليها، وهذا محل الشاهد، يعني السترة بمكة وغيرها لأن الناس بمكة وقد اتخذ السترة. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي، عن أبي جحيفة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الاسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. ثم ذكر الصلاة إلى الاسطوانة. الاسطوانة هي العمود، العمود يعني تتخذ سترة، يصلي الإنسان إليها ويجعلها سترة، كما أنه يصلي إلى الجدار يصلي إلى الاسطوانة، يعني حيث تكون الاسطوانة موجودة والعمود موجودة فإنه يصلي إليها. وذكر هذين الأثرين، الأول عن عمر قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. المصلون يعني في المساجد أحق بالسواري من المتحدثين إليها، يعني بعض الناس يأتي يستند إلى السارية يعني استنادا من أجل يتحدث، أو يعني سواء جالس أو يتحدث مع غيره، لكن كون لكن المصلين أحق بأن يصلوا إلى الاسطوانات من الذين يجلسون إليها يتحدثون، لأن الصلاة إليها سترة واتخاذها سترة. وهذا فيما إذا كان من الجهة الخلفية، أما كونه يصير أحد من الجهة الأمامية يعني حيث يعني تكون وراءه وهو مستقبل القبلة، هذا ما فيه إشكال، وإنما مقصود من ذلك كونه يستند إليها والقبلة على ظهره، القبلة على ظهره، فإن المصلين أولى بأن تترك لهم بحيث يصلوا إليها ويتخذوها سترة، ويتخذوها سترة أحق من الذين يجلسون يتحدثون. نعم. وقال: ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. ورأى عمر يصلي يعني منفردا بين ساريتين فأدناه إلى سارية وقال: صلي إليها، يعني من أخذ به حتى جعل السارية أمامه، حتى جعل السارية أمامه وقال: صلي إليها، يعني بدل ما يكون يعني يصلي بين العمودين يعني إلى غير سترة، فإنه قربه إلى أن كان وراء العمود فصارت سترة له وقال: صلي إليها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال:
فإني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى الصلاة عندها. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عندها المصحف، ومعنى ذلك كأنه في ذلك الوقت كان المصحف يعني موجود في ذلك المكان، وكأنه المصحف الذي يعني أرسل إلى المدينة أو الذي في المدينة من يعني من المصاحف التي يعني كتبت في زمن عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن في مصحف وفي مصاحف وزعها تلك المصاحف على البلدان، فلعل المقصود بالمصحف يعني الذي هو يعني نصيب المدينة يعني من المصاحف التي جمعها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه أرسل إلى مكة وأرسل إلى جهات أخرى مصاحف يعني متعددة، فكأن هناك يعني مكان خاص للمصحف عند هذه العمود التي كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عندها يعني إليها، يعني ما يعتقدها سترة. وقال إنه نعم إنه يفعل ذلك لأن كان يتحرى الصلاة عندها، كان يتحرى الصلاة عندها يعني معنى ذلك في النوافل، يعني معنى ذلك أنه في صلاة النافلة كان يتحرى الصلاة عندها يعني إليها، يعني يتخذها سترة، وهذا فيه اتخاذ السترة من السواري وغير السواري. نعم. يقول يزيد بن أبي عبيد كنت آتي مع سلمة بن الأكوع يعني يزيد هو مولى سلمة. نعم. فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف. نعم عند يعني عند الاسطوانة يعني إليها، ليس معنى ذلك يصلي إليها بجوارها، وإنما يصلي متجها إليها، يعني المقصود الأبواب هي أبواب سترة المصلي، والسترة تكون بالسواري وتكون بالجدران وتكون بالعنزة وتكون بالحربة وتكون ب أي شيء شاخص. نعم. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم عندها يعني واتخذ إياها سترة. وهل يقال أن هذه سنة؟ نعم كان صلى الله عليه وسلم يتحرى، لا شك أن الشيء الذي يتحرى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مكان معين إنه له ميزة على غيره، يعني لأن هذا تحري يعني معناه أنها يعني يتكرر منه، ليس اتفاقا حصل مرة واحدة. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهذا الموضع الثالث من ثلاثيات البخاري. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنس قال رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يعني قبل صلاة المغرب أو عند يعني عند المغرب عند المغرب يعني عند صلاة المغرب يعني قبل الصلاة قبل الصلاة يعني معناه يصلون النافلة متخذين السواري سترة، حتى أن الإنسان إذا يعني جاء يظن الناس قد تفرقوا وأنه قد فرغ من الصلاة، لأنهم ما رأهم يعني رأهم متفرقين على السواري يعني لاتخاذ السترة، وهذا فيه اتخاذ السترة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتخذونها ويصلون إلى يصلون إلى السواري ويتوزعون عليها. نعم. يبتدرون السواري عند المغرب. عند المغرب يعني بعد أذان المغرب، يعني إذا جاءوا فإن الإنسان يتجه إلى عمود ويصلي إليها سترة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج سووا الصفوف.
قال حدثنا قبيصة. نعم. قبيصة بن عقبة السوائي. نعم. عن سفيان هو الثوري. عن عمرو بن عامر. نعم. عن أنس. نعم. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى نعم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال رضي الله عنهم فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. ثم ذكر باب الصلاة إلى السواري بين السواري في غير جماعة، يعني معناه إذا كان في جماعة لا يصف بين السواري، لأن السواري تقطع الصفوف، اللهم إلا أن تكون امتلأ المسجد ولم يبقى إلا أن يصلي بين السواري لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن لا يصلي وحده الإنسان بين السواري، لأنه يكون منفردا ويكون فدا، والإنسان لا يصف وحده، لا يصف وحده، وإنما يصف مع غيره، فإذا في غير الجماعة يجوز أن يصلى بين السواري، وفي الجماعة لا يصلى بين السواري لأنها تقطع الصفوف، لأن الصف الذي يكون بين السواري مقطع، لكن إذا امتلأ المسجد ولم يكن هناك وكان هناك حاجة إلى الصلاة بين السواري يصلى بين السواري، لكن لا يصلي الإنسان وحده. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح، وكان معه ثلاثة: عثمان بن شيبة سعد الكعبة وبلال وأسامة بن زيد، هؤلاء هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلوا وأغلقوا عليهم الباب ومكث فيها يعني طويلا، ثم أنه خرج وسأل ابن عمر ابن بلالا أين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بين هذين العمودين، بين العمودين المقدمين، بين العمودين المقدمين، لأن الكعبة فيها ستة أعمدة، ثلاثة صف وثلاثة صف متصلة متقابلة، فهو صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين المقدمين، ما صلى بين العمودين المتأخرتين اللي قريبات من الباب، وإنما تقدم حتى جاوز العمودين القريبتين من الباب حتى جاء الصف الثاني الأول الذي من الأعمدة، فصلى بين العمودين المقدمة الأماميتين منه إذا دخل مع الباب، وجاء في بعض الروايات العمودين اليمانيين، يعني من جهة اليمن، من جهة الركن اليماني، لأن هناك عمودين من جهة الركن اليماني وعمودين من جهة الحجر، العمودين المؤخرتين قريبة من الحجر، والعمودين المقدمتين قريبة من الركن اليماني، العمودين المقدمتين قريبتين من الركن اليماني، فالرسول صلى بين العمودين، وهذه نافلة، يعني فدل على هذا أن النافلة صلى بين الأعمدة، النافلة صلى بين الأعمدة. نعم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. نعم، في غير جماعة، يعني إلا إذا كان هنا حاجة إلى الصلاة بين السواري في الجماعة، بحيث امتلأت الصفوف ولم يبق إلا أن يصلوا بين السواري فلا بأس بذلك. نعم. مش قال في الحديث عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنهم فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وهذا مثل الذي قبله، لأن لما سأل ابن عمر بلالا قال له جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة من وراءه، يعني معناه أنه ترك السطر المؤخر الذي من جهة يعني الذي آخره من جهة الجنوب جهة الحجر 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 الأسود، والذي في آخره من جهة الشمال من جهة الحجر يعني من جهة المؤخر، فترك هذه السطر الذي ثلاثة أعمدة وتقدم إلى السطر الأول الذي ثلاثة أعمدة، فصلى بين العمودين، العمود الوسطى جعلها عن يمينه والعمود اليسرى جعلها عن يساره، وصلى بين العمودين، فهو مثل الذي قبله بين العمودين المقدمتين أو المتقدمتين، فهذا من جنسه، يعني معناه ترك السطر الأول الذي هو ثلاثة أعمدة وراح إلى السطر الثاني الذي هو ثلاثة أعمدة، فصار جعل العمود الأوسط عن يمينه والعمود الأيسر الذي هو قريب من الركن اليماني عن يساره. نعم. والمقصود أنه صلى بين السواري النافلة، صلى نافلة بين السواري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. نعم، عمودين عن يمينه، وهذا هو الواقع، لأن هي ثلاثة أعمدة السطر، يعني عمود عن يساره وعمودين عن يمينه، وهو يعني بين العمود الوسطى والعمود الجنوبية، يعني عمودين عن يمينه، يعني السطر ثلاثة وكان عمودين عن يمينه وعمود عن يساره. قال وقال لنا إسماعيل. إسماعيل عن مالك. نعم، إسماعيل بن أبي ويس. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. نعم، ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أن ابن عمر إذا دخل البيت فإنه يمشي أمامه ويجعل الباب خلفه ويتجاوز السطر الذي في ثلاثة أعمدة من الخلف حتى يصل إلى السطر الأول الذي في ثلاثة أعمدة، ويعني يكون بين العمودين المقدمتين، ويجعل بينه وبين الجدار الذي هو من جهة الجنوب من جهة الغرب المقابل للباب قدر ثلاثة أذرع، يتحرى المكان أو يتوقع المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال وليس هناك يعني بأس أن يصلي الإنسان في أي مكان، يعني معناه أنه يعني لما صلى في هذا المكان لأن صلى فيه، لكن ليست الصلاة مقصورة عليه، بل الكعبة كلها يصلى فيها، الكعبة كلها يصلى فيها. فكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا الفعل، يعني إذا دخل الكعبة يتحرى أو يتوخى المكان الذي كان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين مع ذلك أن الصلاة في أي مكان الكعبة أنها سائغة وأنه لا بأس بها. قال وكان في آخر الحديث وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. نعم، ليس على أحدنا بأس
إذا صلى في أي نواحي البيت جاء يعني داخل الكعبة، لكن هذا هو المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر يتحراه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن أبي ضمرة وهو أنس بن عياض. نعم. عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. كانوا يودون أنكم تكملون حتى ينتهي المجلد الأول. كم باقي من الحديث؟ كثير باقي؟ إلى 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 الكتاب اللي بعده ولا إيش؟ يعني المجلد الأول ينتهي قبل المواقيت؟ إلى آخر حديث كم رقمه؟ إلى آخر مواقيت إلى 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 المواقيت؟ يعني كثير، يعني باقي كثير، باقي 16 حديث. لكن الشرح قليل. باقي 16 أو 14 حديث. هذا رقم كم؟ 506 الذي وصلنا إليه. إيه. وهو إلى 520 نهاية الكتاب، 520 يعني معناه بقي 14 حديث. كلها في درس واحد إن شاء الله. نعم. يمكن. يقول: إذا أتم الإمام الصلاة فهل المأموم الذي يقضي ما فاته يجعل له سترة؟ إذا أتم الإمام الصلاة فهل المأموم المسبوق الذي يقضي ما فاته هل يجعل له سترة؟ ليس بلازم، إن كان قريبا من حمود يتقدم إليها، وإلا فإنه يصلي في مكانه ويكمل صلاته في مكانه، ومن قرب منه فإنه يرده، ولكن ليس للمأمومين أنهم يعني يتركون أماكنه ويبحثون عن سترة المسبوقين. قل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب؟ ما المراد بالقطع هنا؟ مو بسيأتي. جمهور العلماء قالوا أنه يعني يضعف أجرها وينقص أجرها. يأتي. ها؟ يأتي إن شاء الله. ها؟ يأتي إن شاء الله. نعم. خلاص إذا جاء يقول كلام عليه. يقول: هل الأولى سد الفرجة أو إدراك الركعة؟ السؤال إيش؟ هل أولى سد الفرجة أو إدراك الركعة؟ الأولى للإنسان أنه إذا جاء يعني يستمر حتى يصل الصف، فإن وجد فرجة يعني دخل فيها، وإن كان الصف يعني غير كامل دخل فيه، ولا يركع قبل أن يصل إلى الصف، وإنما يستمر حتى يصل الصف ثم يعني يدخل فيه إن كان فيه فرجة دخل في الفرجة، وإن كان الصف متصلا وله جوانب يعني خالية ليس فيها أحد فإنه يستمر حتى يصل إليها، كما جاء في الحديث: أمشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول: ما الفائدة من وضع السترة وعدم ترك أحد يمر؟ يعني السترة، وضع السترة يعني حتى لا يشوش على الناس أحد في مروره بينه، لأن الإنسان ينظر إلى مصلاه وينظر إلى مكان سجوده، ما ينظر أمامه، ينظر إلى مكان سجوده، فيعني مكان سجوده هو الذي بينه وبين السترة، يعني فيضعه يعني حتى الناس يعني يمشون من وراءه، ولا يحتاج إلى أنهم يعني إذا رأوها عرفوا أن هذا يصلي وأن هذه سترته يمشون من ورائها. يقول: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينحرف عن العنزة قليلا إلى اليمين أو اليسار؟ ورد فيها حديث ما بس ما تذكر الآن شيئا عن صحتها، لا أدري. ما حكم المرور أمام الذين يصلون في ممرات الناس؟ ممرات الناس التي هي الطرق التي لا بد لهم منها، إذا كان الإنسان يمكنه أن يعني ينتظر انتظار، وإلا فإنه له أن يمر، لأنهم يعني هذا هو الطريق، ليس هناك طريق آخر
اللهم إلا كان هناك طريق آخر يعني غير هذا المكان بحيث أن ينتقل من صف ثم يمشي بين الصفين يعني أو بين يعني حتى يصل إلى 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 إلى, إلى يعني مكان خروج الذي يخرج منه. لكن ليس للناس أن يصلوا في الممرات, وإن صلوا في الممرات فالإنسان يحرص على أن يبتعد, أن يمر بين يدي المصلي, يترك مسافة مقدار 3 أذرع ويمر من ورائها إذا كان يعني هناك. وإن كان الإنسان مضطر ولا يستطيع أن يصبر لأن يده بحاجة إلى أن يذهب لقضاء الحاجة ولا يستطيع الصبر فله أن يمر. يقول هل يجوز لي أن أصلي إلى رجل يجلس أمامي وأعتبره سترة لي؟ يعني سيأتي باب يعني في هذا, سيأتي في باب هذا يعني يتعلق بهذا الموضوع. في أول باب استدل البخاري أن سترة الإمام سترة لمن وراه بحديث ابن عباس, مع أن فيه أنه صلى إلى غير جدار. هو المقصود من ذلك أن المرور بين يدي المأمومين لا بأس به, يعني الرسول ما مر بين يديه وإنما مر بين يدي المأمومين, ومعنى ذلك أن المأمومين لا يحتاجون إلى سترة, ولذلك مر ابن عباس في آخر الصف بين يدي أكثر بعض الصف. من لم يتخذ سترة هل يجوز أن أضع له سترة؟ ما نعلم شيء يمنع هذا, ما نعلم شيء يمنع هذا, يعني كون إنسان يعني أراد أنه يمر ووضع يعني له سترة يعني ما لا أعلم شيء يمنع هذا. يقول بعض المصنفين في الرجال يبدأ بذكر من اسمه محمد من الرواة. بعض المصنفين في الرواة أسماء الرجال يبدأ بمن اسمه محمد معللا ذلك بأنه تبرك باسمه عليه الصلاة والسلام, هل هذا يصح؟ هذا حصل يعني من العلماء الآن في التقريب وغير التقريب, يعني في حرم الهمزة يبدأون بمن اسمه أحمد, يبدأون باسمه أحمد, وفي حرف الميم يبدأون باسمه محمد. التقريب وغير التقريب من هذه الكتب يبدأون باسم الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد في باب الهمزة, ويأتون بعده بآدم وإبراهيم الذين هم قبله مقدمون قبل الحاء, الذين هم قبل الحاء يأتون بها بعده, وكذلك محمد يأتون به بأول حرف الميم من أجل ويترك والذي بعده مثل يعني الذي بقى ميم وألف مالك وغيره يعني يأتي بعد ذلك مجاهد وكذلك مجاهد وغيره, وإنما يبدأون بمن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا فعله كثير من العلماء, هو كتاب التقريب وغيره من الكتب التي بنيت عليه التي بني عليها هي على هذا المنوال. أقول لا بأس بذلك, الأمر في ذلك واسع. لكن السؤال صلى الله عليه عن التعليل بهذا كانوا يبدأون, لا شك لأن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبارك عليه الصلاة والسلام, فإذا فعلوا ذلك من أجل أن هذا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا سائل. هذه سائلة تقول زوجي ميسور الحال ولم يعق عن ابنه وعمره الآن أكثر من عام, فهل تجزئ العقيقة لو قمت أنا بها من مالي؟ يمكن ليس بلازم أن تكون العقيقة من الأب, بل يمكن تعق الأم. هل ورقة بن نوفل يعتبر صحابي؟ هو ما أدرك الإسلام, ما أدرك الدعوة إلى الإسلام, لأنه أدرك الوحي ونزول الوحي لكنه ما أدرك الرسالة. يقول ما حكم ضرب الحيوان الذي قد ذبح يضرب بعد ذلك بالكهرباء بعد الذبح مباشرة من أجل توقف حركته بعد ما ذبح؟ نعم, يضرب بالكهرباء لأجل أن تتوقف الحركة. والله يبدو مثل هذا لا بأس به, أقول لا بأس بذلك, يعني كونه يعني أي شيء يسكن حركته بسرعة مع أنه ذبح ذبح كامل وإنما بس ينتظرون سكونه
إذا حصل ما في ما لا, 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 لا أعلم شيء يمنع هذا. تحصل لك هذه الحركة يعني ما في تعذيب لأنه خلاص انتهى. هذه حركة الحركة التي تكون في بقية الحياة أو على أثر الحياة. فإذا حصل أي شيء أو أنه يعني ضرب باليد أو ضرب بكهرباء أو غير ذلك من أجل أنه يعني أو كذلك حرك يعني يحركونه من أجل أنه يعني يسكن بسرعة. لكن أحسن لك الحركة ألا تساعد في إخراج الدم؟ كيف؟ حركة البهيمة يعني حتى يخرج هذا الدم المسفوح ولا يبقى في العروق. على كل أمر لا نقول أنه لا يجوز, لا نقول أن هذا غير جائز, ما نعلم شيء يدل على عدم جوازه. يقول هذه امرأة مقيمة في فرنسا تركها زوجها هناك وانتقل إلى بلد آخر من غير نفقة ولا يتصل بها منذ 3 سنوات. هي تريد الآن أن تطلب فصل العقد من الجهات المسؤولة في فرنسا, فهل لها ذلك؟ يعني إذا كان مكانه معروف, إذا كان مكانه معروف يراسل يعني منها أو من غيرها. وإذا يعني لم ينفق عليها وأصر يعني هذا فيمكن أنها تطلب. أما مجرد يعني تغيب عنها مدة ودون مراجعته مع وجوده ومعرفة مكانه فهذا لا يصلح إلا بعد مراجعته. يقول عند لي جار كافر قدم إلي طعام بمناسبة اليوم يحتفلون بوفاة عيسى كما يزعمون في هذا اليوم, هل آكل من هذا الطعام الذي قدمه لي بهذه المناسبة عندهم؟ أقول مثل هذه المناسبات ما ينبغي للإنسان أن يعني يستعمل مثل هذه الأشياء ويقول أنه يعني يخبره بأن مثل هذه المناسبات لا أريد أن تقدموا لي شيئا, لا يعني يخبر جيرانه إذا كان بينه وبينهم عادة, وهذا إذا كانوا أهل الكتاب لأن قال يعني كان عيسى يعني معناه أنهم نصارى. أما بالنسبة للمشركين فطعامهم لا يؤكل. المشركين الذين هم غير اليهود والنصارى فإن ذبائحهم لا تؤكل وطعامهم ليس حل لنا, وإنما الحل لنا ما كان من أهل الكتاب. لكن مثل هذا يعني الذي صنع بمناسبة يعني مبتدعة ومناسبة يعني غير صحيحة, وهذا مثل المسلمين إذا عملوا يعني شيئا يعني في المولد ما ينبغي الإنسان أنه يعني وإنما يقول لهم مثل هذا لا يجوز ولا أريد أن تقدموا لي شيء من هذا. هذه تسأل امرأة تريد أن تحرم, هل يمكن أن تغتسل في الفندق ثم تنوي الإحرام من أبيار علي؟ نعم, المحرم الذين يسكنون المدينة أو يسكنون في أماكن قريبة من المواقيت فإنهم يغتسلون في أماكن سكنهم, وإذا مروا بالمواقيت أحرموا منها دون أن ينزلوا فيها, وإنما ينوون الإحرام والاغتسال سبق في المنزل لا بأس بذلك. سؤالها الثاني تقول ما الذي تفعله المرأة الحائض إذا استمر معها الدم حتى السفر إلى بلادها؟ تنتظر حتى تطهر, تنتظر حتى تطهر إذا كانت ما طافت طواف الإفاضة. أما إذا كان طواف الإفاضة فطواف الوداع يسقط عنها, إن كان ما بقي عليه إلا طواف الوداع يسقط عنها, وإن كان بقي عليها طواف الإفاضة فهذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به, وعليها أن تبقى حتى تأتي به بعد طهرها واغتسالها, تأتي به بعد طهرها واغتسالها. وإذا كان البقاء يعني صعب والسفر سهل والرجوع إلى مكة بعد انقطاع الحيض فتذهب, لا سيما إلى الأماكن القريبة يعني كونها تأتي للمدينة أو تذهب للرياض أو تذهب إلى أماكن أخرى أو تذهب إلى أي بلد ما دام الرجوع سهل والبقاء غير يعني ممكن فلها أن تذهب, ولكن باقي على إحرامها لا يقربها زوجها.